ترمز. قلنا مرارا لنظرائنا إننا لن نسمح بتشكيل أي ممر إرهابي أو فرض الأمر الواقع شرق الفرات. لا يمكننا أن نقبل بوجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا، لأنهم يهددون أمتنا وحدودنا ويعرضونها للخطر. إذا وافق البرلمان على خطة الانسحاب هذا الأسبوع، سيكون خروجنا في 22 من شهر مايو المقبل، وذلك سيتيح المجال أمام النواب لإقرار الاتفاق، لأن التصديق عليه مطلب قانوني. أما في حال رفض الخطة، فتاريخ الانسحاب سيكون في 11 من شهر أبريل القادم.